التنمية المستدامة هي التي تلبي حاجات الحاضر دون التفريط في تأمين حاجات أجيال المستقبل. وقد تبنت هذا المفهوم الأمم المتحدة، كما أوصت المنظمات الحكومية وغير الحكومية وجميع الهيئات المهتمة بالتنمية باستخدام مفهوم التنمية المستدامة في كافة برامجها التي تهدف إلى مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة في جميع الدول المتقدمة والنامية، وأن يتم ذلك في إطار دولي فعال، خاصة فيما يتعلق بالمنح والمعونات والقروض المقدمة من قبل الدول المتقدمة للدول النامية. تقاس حضارة الأمم بمدى قدرتها على استثمار مواردها الطبيعية بفضل مواردها البشرية المؤهلة لذلك، وإسهامها في النهوض بالمجتمع وإرسائها لمبادئ التنمية المستدامة. وتتوجه جهود التنمية المستدامة في جانبيها المادي والبشري نحو مواجهة الفاقد وتعظيم الاستفادة بالموارد وحمايتها وتأهيلها للاستمرار عبر الأجيال. ولذلك فإن التنمية بعيدة المدى لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال الإدارة السليمة للبيئة. ويشمل مفهوم التنمية المستدامة تشجيع التنمية المعتمدة على الذات في حدود قدرات الموارد المتاحة، وتشجيع التنمية التي تحافظ على نوعية البيئة وإنتاجيتها على المدى البعيد، ومراعاة الصحة العامة والتكنولوجيا الملائمة والاكتفاء الذاتي في الغذاء والمسكن الملائم، وتشجيع المبادرات الشعبية، لأن الإنسان هو المورد الأول والهدف الأخير للتنمية. مع حضراتكم آخر فقراتنا النهاردة في مصر جميلة، وبنتكلم على البرنامج العربي لشباب الطاقة المستدامة. تفاصيل أكتر من خلال ضيوفنا، وهنفهم أكتر البرنامج العربي لشباب الطاقة المستدامة. اسمحوا لنا أن احنا نرحب بضيوفنا النهاردة. معنا عبدالله الشمالي من الأردن، صباح الخير، أهلا بك معنا. معنا مريم حمدي من المغرب، صباح الخير. سلمى عبدالله السودان، يا أهلا وسهلا. ياسمين عرابي وهي منسق البرنامج، صباح الخير واهلا بحضرتك. معانا الاستاذ عمار احمد من السودان، والدكتور ماجد كرم الدين محمود المدير الفني للمركز الاقليمي للطاقه المتجدده بمصر، اهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير. نورتنا يا شباب. طب خلينا نبتدي بالدكتور ماجد، نعرف منه الاول يعني ما هو المركز الاقليمي للطاقه، ونعرف منه كمان فكره البرنامج. اتفضل. الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، بنشكر حضراتكم على الدعوة الكريمة، وبنهنيكم على الجائزة السنة دي لأفضل برنامج صباحي يعني دي في البداية. المركز الإقليمي للطاقة المتجددة هو منظمة عربية بتضم 17 دولة عربية، تم تأسيسها في 2008. الحقيقة اتفقت الدول العربية إن قلب العروبة النابض مصر هي اللي تستضيف هذه المنظمة، أو المنظمة متخصصة في شؤون الطاقة المستدامة تحديدا الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. والحقيقه احنا بنعمل، لما بدانا العمل في 2008 كان في 5 دول عربيه فقط عندها برامج في الطاقه المتجدده وكفاءه الطاقه. حاليا الحمد لله ال 22 دوله عربيه عندهم برامج في الطاقه المتجدده وكفاءه الطاقه، ويمكن حضراتكم لامسين في مصر هنا ده بقوه الحمد لله. وفي مختلف الدول العربيه بنعمل معاهم في مساعدات في مجالات بقى السياسات، وضع السياسات والبيئه الاستثمار الجاذبه للطاقه المتجدده، بنعمل في مجال اتاحه المعلومات والبيانات اللي تؤهل الدوله لاتخاذ قرارات سليمه، بنعمل في مجالات بناء القدرات بقوة. ويمكن أحد برامج بناء القدرات اللي احنا بنشتغل عليها هو برنامج اللي حضرتكم يعني معاكم النهاردة، هو برنامج شباب الطاقة المستدامة العربي اختصاره أبسي. والبرنامج الحقيقة دي الدورة 9 ما شاء الله، والحمد لله يعني احنا سعداء جدا بهذا النجاح. فكرته بكل بساطة بدأنا من يمكن 2012، كان مدير المركز وقتها هو دكتور طارق امترا، كان اردني، واتكلمنا مع بعض ان مهم ان احنا نطلع ما في افضل ما في الكوادر العربيه، وان احنا عندنا طموحنا هو الشباب.
والشباب العربي الحقيقة واعد جدا، وبالتالي حطينا مجموعة معايير يمكن زميلتي الأستاذة ياسمين هتتكلم عليها، وابتدينا يكون هدفنا ان احنا نبني امكانياتهم الفنية من خلال العمل مع المركز، مش من خلال انهم يحضروا محاضرات وتدريبات بشكل مضبوط. طبعا عندنا مزيج ما بين العمل الفعلي ومزيج ما بين التعليم من خلال دورات وبرامج تدريبية فعلية، ولكن النهاية هم محترفين بيعملوا في المجال، شرطنا انهم يكونوا بالفعل ابتدوا يشتغلوا متخصصين في ده، معهم درجات ماجستير دكتوراه او قبل كده لو بيشتغلوا في السوق في المجال، حريصين على التنوع. يمكن الدورات المختلفة شهدت زملاء من شتى دول عربية، بداية من جيبوتي والصومال للبحرين، يعني غطينا كل الدول العربية الحقيقة. الدورة اللي فاتت احنا فخورين ان احنا بمساندة من الأوفيد الأوبك فند، التمويل من منظمة الأوبك، خصصناها للأخوة السوريين الدورة السابقة. تمام. وهذه الدورة أيضا معنا مجموعة من الشباب المتميز، دول مجموعة منهم ومش كلهم الحقيقة، إنما دول مجموعة منهم إحنا سعداء بيهم، بيشتغلوا معنا في حاجات. يمكن أذكر إن آخر دورة معنا الزملاء اللي كان معنا مجموعة من اليمن الدورة قبل السابقة، الحقيقة عملوا معنا شغل أثار انتباه البنك الدولي، وحاليا البنك الدولي بيشتغل في الطاقة الشمسية في اليمن في عز الحرب. أي. بيوجه تمويلات الحقيقة 50 مليون دولار تخصصوا البنك الدولي مخصوص لمساندة اليمن أثناء وقت الأزمة، وبقت الطاقة الشمسية فوق كل بيت تقريبا في اليمن خلال السنتين الأخيرتين. يعني الحمد لله احنا شايفين إنجازات هتسمعهم من الزملاء عن برامج أي. جميلة هم شغالين فيها. عزيز. احنا فخورين بيهم، سعداء بيهم، هم المستقبل. والحقيقة بيتعلموا بسرعة، إمكانياتهم أفضل كتير 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 من جيلنا إحنا شخصياً. والحقيقة إحنا سعداء إن هو عمل عربي مشترك وكفاءات عربية مشتركة، كلهم بيستفيدوا من بعض وبيفيدوا بعض. صحيح. فده في حد ذاته إنجاز كبير جداً، لأن إحنا يهمنا إنه من خلال العلم والتعاون العربي الدول العربية تبقى في مكانة مختلفة تماماً. أستاذة ياسمين، كلمينا عن المعايير اللي الدكتور أشار إليها للاشتراك في البرنامج أو الاستفادة منه. زي ما دكتور ماجد thankfully يعني ابتدى ان هو يوضح لنا، احنا لما اطلقنا البرنامج كان بناء على احتياجات السوق، يعني ابتدينا نبص ان السوق نفسه محتاج ايه وازاي نقدر نجيب شباب ندربهم ونرجعهم مره تانية لسوق يشتغلوا. يعني هو ده الهدف الاساسي، ان we send them back، نرجعهم مره تانية لسوق العمل سواء في دولهم او في الخارج. من اشترط ان هم يكونوا خريجين من جامعات محدده بيكون تخصصها هندسة، لأن إحنا معظم شغلنا بيحتاج خلفية هندسية، أو سياسات، لأن جزء كبير من شغلنا بيكون على تنمية سياسات في دول معينة، فممكن يكون علوم سياسية أو اقتصاديات الطاقة المتجددة، ودي مجال متخصص، أو كمان يكون خريج كلية تهتم بالقانون علشان يساعد برضو في تطوير القوانين وإحنا بنصغها. بالإضافة لده هي كذا مرحلة بيقدموا، والبرنامج علشان في كذا دولة عربية، فبنتكلم على تقريبا آخر دورة كان عندنا 1400 متقدم من كافة الدول العربية من كل التخصصات، بيبقى ماجستير سواء حديث التخرج ممكن نقبله لو في دولة معينة الكوادر فيها بتحتاج التطوير من البداية، أو ممكن يكون حاصل على ماجستير أو بي اتش دي من أي المجالات اللي احنا اتكلمنا فيها، نبتدي بقى انترفيوز موسعة واسايمنت لحد ما بنختار منهم مجموعة يكونوا قليلة يعني، بس بيمثلوا كل الدول العربية. تمام. هي دي المعايير اللي بنبتدي بيها، ولحد دلوقتي مع حوالي 9 دورات احنا دربنا أكتر من 52 متدرب من كل الدول العربية. تمام. خلينا نروح لعبد الله من الأردن، عايز اعرف انت ازاي استعديت للبرنامج ومدى الاستفاده اللي استفدتها لغايه دلوقتي منه، ودورك ايه بالظبط في البرنامج؟ من احد الدوافع اللي خلتني اجي المركز بانه المركز بيجمع خبرات كل انحاء الوطن العربي، فانا بالنسبه لي مهندس بشتغل في الطاقه المتجدده، مكان مميز جدا اني بقدر اتعلم من خبرات من انحاء الوطن العربي كله، بتعلم كيف ممكن لاحقا اعكسها على الدوله اللي عندي. بشتغل في المركز هون ببرنامج اسمه خبير معتمد في إدارة الطاقة، وهو برنامج بيمنح شهادات مهنية للمختصين بكفاءة الطاقة. كفاءة الطاقة هي دائما بتيجي مع الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة مهمة جدا لأنها بتساعد الناس يخفضوا فاتورة الكهرباء، وبتساعد في تخفيف الأعباء على الدولة نفسها في إنتاج الكهرباء. فالبرنامج هذا احنا بنساعد في تطويره وتطبيقه في مصر هون، على امل لاحقا احنا نوسع في دول اخرى، اردن وجميع انحاء الوطن العربي باذن الله. الله. مريم، في الحقيقه انا قبل
قبل ما نجي لمصر انا تخصصت في مجال الطاقة، انا مهندسة طاقة بالاساس، فهذا كان دافع اساسي باش نشارك في البرنامج. هو في الحقيقة برنامج فريد من نوعه في العالم العربي، لا اظن انه موجود برنامج شبيه، وهو برنامج كيف ما اشار عبد الله اعطانا فرصة اننا نلتقي باكسبرتس متخصصين في المجال، وحتى نتعرفوا على ناس من دول اخرى، ونتعرفوا على سياسات الطاقة في هذه الدول. مثلا انا شخصيا تعرفت على سياسات الطاقة في دول المغرب العربي، وتعمقت في بلدي اللي هو المغرب. وكنشتغل حاليا على مشروع عنده علاقة بهذا الموضوع، فهي يعني تجربة فريدة ومفيدة جدا. وان شاء الله لما ترجعي المغرب البرنامج قابل ان هو ينفذ على ارض الواقع؟ هو حسب يعني كل كاين برامج اللي هي مخصصة لدول بعينها، كيف ما أشار دكتور أمجد مثلا الوضع في اليمن، لأنه ما تغطية في الكهرباء غير موجودة بسبب الحرب، فمثلا الاستعانة بالطاقة الشمسية مفيد جدا في الحالة دي اليمن. مثلا في المغرب احنا يعني المغرب متطور نوعا ما فيما يخص مجالات الطاقة المتجددة، ولكن ما زال يحتاج بعض التطوير فيما يخص كفاءة الطاقة مثلا. فنعم سلمى معها المايك، ميرسي، تفضلي. انا انضميت للبرنامج العربي لشباب الطاقة عشان انه بيشكل منصة رائعة من اجل تطوير المهارات من ناحية عملية. حاليا في البرنامج بشتغل في قسم تطوير الاعمال في عدة مشاريع، احد اهم المشاريع تمكين المرأة في ريادة الاعمال ومن خلال في مجال الطاقة. تمكين المرأة حيكون عن طريق مرحلتين، المرحلة الأولى هنقيم السوق الموجود عندنا، والمرحلة الثانية هنحاول نلبي احتياجات المرأة في السودان في العالم العربي. جميل. طيب المركز الإقليمي للطاقة المتجددة واحد من المنظمات القليلة، أو يمكن يكون المركز الوحيد أو المنظمة الوحيدة في الوطن العربي اللي مهتم بالمجالات بتاعة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. واحدة من الأسباب الأساسية اللي خلتني أرغب في الالتحاق بالبرنامج العربي لاستدامة الطاقة المستدامة هي طبيعة عمل المركز ذات نفسه، وبالإضافة إلى الكلام ده إنه هو مركز أصلاً غير هادف للربح، فبالتالي نوعية المادة بتكون مقدمة فيه حتكون مادة خدمية في المقام الأول، نوعية المشاريع. ده السبب الأساسي اللي خلاني أرغب إني أتقدم في البرنامج. تمام. وزي ما أنتم عارفين الطاقة المتجددة عندها أشكال كثيرة، ومن ضمن الأشكال بتاعتها اللي هي طاقة الرياح. فطاقة مصر تقريبا موجودة على مسار بتاع هجرة الطيور، وخصوصا محطات الرياح الموجودة في مصر. فتم إلحاقي ببرنامج اسمه برنامج إدارة برنامج توربينات الرياح، برنامج إدارة توربينات ATMB. طيب اللي هو بيتحكم في زمن تشغيل وإيقاف توربينات الرياح بحيث إنها ما تأثر على الطيور المهاجرة في المنطقة. واحدة من الميزات الجميلة في البرنامج ده إنه بعد تطبيقه في مصر قابل للتطبيق في أغلب الدول العربية وخصوصا السودان، لأنه عندنا محطة حاليا بصدد الإنشاء وواقع على مسار هجرة الطيور. فبرنامج حيطلع من الإطار المحلي المصري إلى الإطار العربي وحيكون مفيد للجميع. تمام. إن شاء الله. معلش أنا عايز أوقف معاك في النقطة دي عشان أنا قلت طيور. أجل. معلش، هو إحنا يعني السودان ومصر بيعدي منها من أفريقيا من تحت لغاية فوق أسراب جميع أنواع الطيور في الشتاء وفي الصيف، بيبقى في يعني رحله رايحه ورحله راجعه، بيروحوا يعششوا في اوروبا في الجو اللطيف وبيرجعوا بعد كده لما العكس بيحصل. انا عايز افهم بس التوقيتات بتاعه تشغيل التوربينات دي، انتوا بتدرسوا الاسراب دي؟ يعني بتدرسوا الطيور وبتدرسوا الناحيه الميكانيكيه والناحيه الفنيه والهندسيه للشغل ده، بتربطوا ازاي بين الاثنين؟ لازم يكون في علماء من الطبيعه معاكم، ولا انتوا بتستخدموا ايه بالظبط عشان تدرسوا الحاجات دي؟ طيب في بروتوكول موقع ما بين المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وما بين عدد من الجهات الثانية المهتمة بالطيور، من ضمنها هيئة حماية البيئة المصرية، من ضمنها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، بتعاون الجهات الأربعة دي مع بعض قدروا يصلوا لبروتوكول معين بطريقة معينة فعالة جدا في إدارة تشغيل وإيقاف توربينات الرياح. واحدة من الحاجات اللي تسببت في ظهور البروتوكول ده إنه أحيانا
بيتم ايقاف محركات الرياح لفترات طويله جدا جدا، مما بسبب خساره لجميع الاطراف سواء كانت الاطراف الحكوميه او الاطراف المستثمره الاطراف المستثمره. فكل الحاجات دي هي اللي اثرت وساهمت في ظهور البروتوكول، في ظهور البرنامج ذات نفسه واللي اثبت كفاءته. يعني واحده من الحاجات الثانيه بس بعدين دكتور ماجد، انه تمت دراسه طويله المدى على الموقع تقريبا محطة الزعفران دكتور بالضبط على محطة الزعفران اللي فترة طويلة جدا جدا تمت فيها مراقبة الطيور بمختلف الأدوات بتاعت المراقبة، حتى بأنواعها بمواعيد الهجرة بتاعتها بارتفاعاتها بالأشياء دي كلها. ففي الأخير كل الحاجات دي كانت زي أنبت على البروجيكت ذات نفسه وطلع الأوتبوت بتاعنا اللي هو البرنامج الفعال لإدارة تربينات الرياح. تفضل دكتور عندك إضافة؟ اولا هي مبادره فريده من نوعها في العالم، انا اول مره اشوفها عشان كده انا اتخضيت قلت ايه الجمال ده. يعني احنا هي مبادره متحضره لان احنا بنحافظ على البيئه وتوازن البيئه وفي نفس الوقت بنولد طاقه. مظبوط، وهو ده التحدي الحقيقي. الحقيقه الفكره جميله طلعت من مدير المركز الحالي هو الدكتور احمد بدر، والفكره ان احنا اللي حضرتك بتقوليه تمام، ان احنا ازاي نعظم استفادتنا من المواقع اللي غنيه بطاقه الرياح وفي نفس الوقت ما نضرش البيئه اللي حوالينا. والحقيقه مصر بقول انها مسار هجره قبله طيور كثيره بتيجي تستريح، زي ما الشعوب بتيجي تحب تزور مصر وتستريح، الطيور بتيجي تستريح في منطقه اسمها خليج الزيت. هذه المنطقه رائعه من حيث سرعات الرياح، من افضل المناطق في العالم، وهتستضيف قدرات رياح في المستقبل مخططين في حدود 3000 ميجا وات، يعني حوالي سد عالي ونص ما شاء الله. يعني لو تخصصنا حضرتك فكر منتهى الزميلي شرح ان احنا في تعاون ما بين الجهات، في تنسيق عالي المستوى جميل، والحقيقه نموذج ازاي الجهات تنسق مع بعضها المصريه سواء الخاصه بالبيئه او بالطاقه. وكمان داخل معانا المستثمرين، لان المشروعات دي طرحت للقطاع الخاص زي ما حضراتكم عارفين وبيشتغل. طب المستثمر عايز يعظم ربح طبعا، والدوله عايزه تولد كهرباء اكيد، والبيئه عايزه تحمي الطيور واحنا كمان عايزين نحمي الطيور وعايزين طاقه مستدامه، والرياح ما بتلوث البيئه، فاكتر من كلنا بيسموه الوين وين سيتويشن، كل الناس كسبانه ان شاء الله. عملنا بمنتهى البساطه ان احنا عندنا فرق رصد هتكون موجوده دايما في الموقع، متخصصين في هجره الطيور، معاهم رادارات ومناظير، وبيقولوا الطيور جايه من هنا مجموعه التوربينات دي تقف، دي تقدر تشتغل مفيش مشكله. سابقا كان يعمل ايه؟ كانت الفكره العالميه ايه؟ وقف كله، وقف كل طول السيزون وخساير بقى وخساير. فاحنا دلوقتي بنقول يا جماعه هنعمل ادفانسد مانجمنت، هنعمل اداره متقدمه، التوربينه دي تقف والتوربينه دي تشتغل. الحقيقه هي فكره بايونير تم تسجيلها في مؤتمر طاقه الرياح في اليابان السنه اللي فاتت، والناس الحقيقه كل العالم بينظر لها دلوقتي كتجربه رائده بتنبع من ارض مصريه، من ارض عربيه، وهيتم تداولها ان شاء الله. واحنا في حوار مثلا مع اخواننا في لبنان ساعدناهم الحمد لله هذا العام لاول مره في تاريخ لبنان مشروعات للطاقه للقطاع الخاص من خلال طاقه الرياح. تمام. ففي لبنان طالبين مننا تطبيق نفس البرنامج ان شاء الله، بنعمل باذن الله نعمل نجاح، وده واحد من البرامج اللي بنشتغل فيها بإذن. الشباب دول حاجه تفرح ما شاء الله. انا عايز اسال بقى يعني هم الشباب بيستفيدوا استاذ ياسمين من البرنامج والبرنامج او المركز، والمركز كمان اكيد بيستفيد منهم، يعني المدى الاستفاده يعني من ناحيتين بقى. مبدئيا احنا عندنا بقينا عندنا زي سفراء في الدول كلها، يعني انا جاء حد عندي اشتغل معايا فتره زمنيه ورجع تاني دولته، او لان هو بالخبره اللي اكتسبها هو عارف، زي مثلا مريم بتشتغل على دول متعدده فتقدر تروح تبقى خبيره وهي في الاردن لان هي تعرضت للمعلومات دي كلها. انا بكتسب ان انا قدرت اولا جزء من رسالتي في كمركز ان انا اطور الخبرات العربيه دي، فانا بقى عندي خبرات قادره على تنفيذ البرامج اللي انا بطرحها على الدوله، فالدوله استفادت وانا استفدت ان الدوله كمان بتستمر، فنقدر نطور برنامج زي الدكتور ماجد وعمار اشاروا اليه بيونير بروجكت، وعندي كفاءه في البلد قادره ان هي تنفذه. والشباب جزء من الميزه اللي بيستفيدوها هي اولا النتورك، ان مجموعه شبكة العلاقات اكتر من 5000 خبير متخصص طبعا في المجال سواء في المنطقه العربيه او عالميا، هم يقدروا يتواصلوا معاهم، بيقدروا ان هم يتعرفوا على كل الظروف بتاعه الطاقه المتجدده واوضاعها في كل الدول العربيه، مش بس بيبقوا عاده احنا بنبقى مركزين في بلدنا او البلاد المجاوره، لا هم بياخدوا سكوب على الدوله يعني العربيه كلها، والتعاون مع جامعه الدوله العربيه بيديهم كمان الادفانتج دي ان هم يتواصلوا، فهو practically win-win situation، هم قدروا يرجعوا يفيدوا دولتهم وبالتالي انا الاستفاده بتاعتي مستمره، وهم كمان قدروا يوسعوا المهارات بتاعتهم، بيتعرضوا لكذا مجال للعمل، يعني مش بس لازم تكون مهندس، انت ممكن تشتغل في السياسات، ممكن تشتغل زي سلمى في مجال البيزنس ديفلوبمنت، تطوير الاعمال وازاي تجيب تمويل للمشروعات دي. فهي بصراحه البرنامج من احلى البرامج اللي الواحد بيشتغل فيها في المركز.
عظيم. انا شايفه انه كمان في اضافه اكتر ان احنا اخيرا ابتدينا من خلال العلم والدورات التدريبيه والاحتكاك بالمتخصصين في المجالات المختلفه بقينا نحسن من القدرات الذاتيه للمواطنين في الدول العربيه، فبالتالي كلنا نبقى كامم وشعوب عربيه متقدمين في المجالات اللي احنا فيها بنستفيد ونفيد الاخرين. دي نقطه مهمه جدا جدا، لانه الحقيقه شئنا ام ابينا العلم هو قاطره التنميه في المجتمعات طبعا. كلها، فلما ده يطبق والبرامج دي ترجع وتطبق في عدد من الدول العربيه، فاحنا اخيرا ابتدينا نقتنع بانه من خلال العلم هننهض. صحيح. احنا بنشكركم ونورتونا النهارده واهلا بيكم معانا، ودايما يعني نبقى فخورين ومتشرفين بيكم شباب مصري وعربي بينورنا دايما في مصر. تنورتونا في مصر، نورتونا في مصر جميله كمان. ماشي. على راسنا من فوق. اهلا بيكم. شكرا يا دكتور ماجد، بجد يعني فكره عبقريه وجميله، وربنا يوفقكم باذن الله. شكرا جزيلا. خلصت حلقتنا للاسف، يعني الوقت جري بسرعه جدا. اكيد. طب اختم. بنشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده، بنتمنى ان احنا نكون اضفنا شيء من الايجابيه في يومكم، وان شاء الله بكره يوم جديد ومصر جديد.